ولما لقيت الآثار بعدت عني، قلت لا لا، وطلعت الجبل الحالي، ما حد شاف الموت مليون مرة زيي. عشت في الجبل سنين حتى ما نسيت شكل البيوت، وتجرجرت على السلاح عشان أحمي نفسي لازم سلاح، والسلاح يجيب سلاح، لكن عمري ما بعت سلاح للخارج، ولا عمري بعت سلاح لعدوي. مطلوب مني ايه تاني؟ مطلوب مني ايه؟ قولي مطلوب ايه؟ قولي ذنبي ايه هني والسلاح بيتهرب من كل حتة وكتم منك مزاد سلاح كل شهر؟ حسبتك تقيلة يا ابو هيبة، الله يكون في عونك ويساعدك. كبش النار وانت اللي حاسس بيه. ولما انت عارف كده بتلومني ليه؟ اقعد مكاني يوم واحد يا ابو دراع، يوم واحد وانت تحس ان الحرب لسه ما خلصتش. Heba opět napal na kina. Думаю, что с кином уже все покончено. Особенно после того, как он потерял зрение. Все время после убийства Хамсы я знал, что Хеба отомстит за своего внука. Люди с Верхнего Египта всегда мстят. Знаешь, Хеба распродал все оружие. А он еще хочет больше. Египет всегда был хорошим рынком для любого вида бизнеса. Обещаю вам, в каждом египетском доме будет оружие. مش عاوزة تقولي حاجة؟ لا، ما انا خايفة اتكلم نلبس في عربية. لا ما تخافيش، انا سامعك. بصراحة انا اتخنقت منك، انا كل ما اروح حتة الاقيك في وشي. هو ده اللي خانقك يعني؟ انا بحس انك بتراقبني. وانت بتراقبني؟ انت بتعمل ايه؟ مش هكمل معاك المشوار. ماهر ما تهزرش يا ماهر، خلاص خلاص يا ماهر ما تهزرش، خلاص خلاص. انت عارفه ابن عمك كويس يا صافي. ارجعي انت بالعربيه، ما هكملش معاك المشوار ده. ايه ده؟ يا أبا خلاص هتجرب تحتاج لحد. طول عمرك مجنون عقلك لنفسك، عمرك ما بصيت لحد. عميت أهو، يمكن تشوف بعد عماك. طول عمرك حاسس إنك قوي،
هتجرب تبقى ضعيف، تحس بلسعة الشمعة زي ما سبتني طول عمري في النار. عميت يابا خلاص وهتسيبني أبصلك براحتي. كان نفسي أبصلك من غير ما أخاف. فارس وديني لأبوك، عايزة أشوفه. شوفي مين؟ أبوك. هو مش بقى أعمى؟ يبقى لازم أزوره، مش أبو ابني. وإيه الأصفر والأحمر؟ وإيه اللي أنت هتلبسيه ده؟ بقالي 20 سنة نفسي ألبس اللون ده الأحمر. كنت متأكدة إنه هيجي اليوم ده، وجبتهوله عشان البسهوله مخصوص النهارده. كين لو شافك كده هيقتلك. كين هيشوفني؟ كين بقى اعمى خلاص. هو اعمى من زمان قوي، بس كان اعمى القلب. يا ريته يفهم ويتاكد ان الوقت ما بيشوفش وبقى اعمى. المره دي غير كل مره يا كين. شايف الجمال يا ماهر؟ عمرك شفت حتة زي دي؟ يا سبحان الله، يا سبحان الله. فنان وأبوه فنان، اللي ناحت الوش ده فعلا جميلة، جميلة جدا. ولا الألوان يا ماهر كأنها متكحلة دلوقتي. مالك يا ماهر؟ قلقان من مشوار بكره ولا ايه؟ ده لوحده حكايه. شوف يا ماهر، اهم حاجه السريه، ما عاوزينش حد يعرف احنا بنعمل ايه. بلاقى ابو العيله دي تحتيه كنوز الدنيا والاخره، وخصوصا بيت السبع. عرفت ايه؟ كان في توت بولاق زمان. الراجل الطيب ده؟ الراجل الطيب ده؟ لو كنت شفته من 50 سنة.